خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد. Pondok Pesantren Fauzan Garut. Santrinya pada pulang semuanya. Fara'as-sibiyana yal'abun wa wajada sabiyan waqifan yabki. Faqala lahu an-nabi صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في أحدى الغزوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد